يسعد صباحكم ويا هلا ومترحب بكل مشاهدينا في موروثنا. اليوم احنا في محافظة الكرك اللي تبعد فعليا 120 كيلومتر عن العاصمة عمان، وهي في جنوب العاصمة عمان. اليوم احنا في اهم المعالم التاريخية في الكرك، في قلعة الكرك، رح نشوفها وناخذ جولة فيها، تعالوا معي. احكي لنا اكثر عن قلعه الكرك وعلى اهم المعالم الموجوده فيها. بدايه اهلا وسهلا فيكم في اضخم قلعه في الشرق الاوسط، نفتخر ان نقول ذلك، لان هذه القلعه اثارها الاصليه تعود الى 850 قبل الميلاد، زمن الملك ميشعل المؤابي. ولاحقا القلعه لعبت دورا عسكريا وسياسيا هاما في العصور الوسطى، لذلك نسميها اضخم قلعه في الشرق الاوسط من العصور الوسطى. ايضا القلعه ترتبط بالمدينه باسوار وابراج تحيط بها، فنقدر نسمي انه نقول الكرك قلعه كلها، والقلعه قلعه الكرك. فمن الداخل التحصينات اكثرها تحصينات عسكريه في الفتره الصليبيه، شفتوا يمكن الواجهه الدفاعيه الاولى ما يسمى بالقاعات الكبرى طابقين، هي كانت اثناء الحرب يعني هي تكون الخط الدفاعي الاول. القلعه ايضا ما بيربطها بالمدينه الا الجسر اللي كان موجود هون اثناء حاله الخطر والحرب، كان السكان الموجودين في المدينه يدخلوا الى القلعه. فبعد انتهاء الحرب هناك جسر متنقل بيعيد تركيبه. الاجزاء اللي في القلعه او المباني المعالم اللي فيها قاعات كبرى من الفتره المؤابيه المملوكيه اللي هي القاعه الناصريه، في عندنا ايضا من اهم الابراج اللي هو برج الظاهر بيبرس، ما يعرف بالحصن الحصين في القلعه، هو برج كان يعني اماره المماليك كانت موجوده في هذا البرج والاداره الحكوميه لهم. لا يمكن الحديث عن القلعه بعجاله، هي من اضخم القلاع. ايضا لعبت ولا تزال تلعب القلعه في التاريخ الحاضر في وجدان الاوروبيين اهميه لها، لانه معظم السياحه اللي بتشوفيها الان سياحه اوروبيه، لانها تعني الكثير لهم. فالفرنسي والايطالي وغيره بهمهم يجوا على القلعه، كان لهم تاريخ فيها. فهذه القلعه الان بفضل الله تشهد حركه سياحيه مميزه للاسباب اللي حكيناها، واهلا وسهلا فيكم.